كل حاجة في الدنيا بقت تخصص، الطب بيحب التخصص، ده مثلا دكتور قلب، ده دكتور كبد، ده تحاليل، ده عيون، ده جهاز هضمي، ده عظام. وحتى جوه التخصص الواحد ممكن تلاقي فيه تخصصات كتير، مثلا دكتور متخصص في أمراض الركبة، واحد تاني في العمود الفقري، واحد تالت في مشاكل الرقبة. الدنيا كلها بقت رايحة للتخصص والعالم بيحترم ده. الجميل بقى إن فكرة التخصص دي اتنقلت للعمل الخيري وعملت فيه طفرة، فتلاقي ناس اتخصصت في التبرع مثلا لعلاج أمراض الأورام السرطانية، مثلا ناس تاني في علاج القلب، ناس متخصصة في الطعام والإطعام والأكل وغيره وغيره. لكن الجديد والجميل إنه يظهر كمان تخصص جديد اللي هو سقيا الماء، شغلته الأساسية حفر الآبار وعمل محطات مية ضخمة تخدم الآلاف، وعمل وصلات مية للبيوت من الآبار دي. أنا برحب بضيفي أستاذ عزت طاهر، المدير الإداري لمؤسسة من أكبر المؤسسات اللي تخصصت في المجال ده اللي هي سقيا الماء. أهلا وسهلا بك. أهلا بحضرتك. ده ربنا يكرمكم، يعني بجد انتوا تخصصتوا في مجال وتميزتوا فيه، بقالكم تقريبا سنة المؤسسة، لكن في السنة دي عملتوا انجازات كبيرة جدا. والحقيقة موضوع التخصص اللي العالم كله دلوقتي رايح ليه، يعني انتوا يعني حطيتوا فيه بصمة حلوة بجد، فتخصصتوا في الماء. استاذ، هو النجاح يعني حاجة حلوة جدا، بس احنا بنكون المسؤولين ان احنا ان كنا هننجح او ما ننجحش ازاي. ده انا دايما لما بكون ما عنديش ثقه ان انا هنجح، فعلى طول بيكون الطريق قدامي مسدود. ازاي انا النهارده لو حددت ان انا عايز اوصل لهدفي، بس دايما بقول لنفسي ان انا مش هقدر اوصل، انا مش هينفع اوصل، انا كل العواقب وكل الدنيا بقت فيها معوقات قدامي ان انا ما اوصلش، فعمري ما بوصل. فانا بكون انا المتحكم ان انا اوصل لهدفي ده، ان انا ما بشوفش حاجه غير الهدف بتاعي. وهو ده المؤسسه عندنا كانت حاطاه من اول يوم، قلنا هنعمل مؤسسه سقيا الماء، حددنا هدفنا اللي هو الميه، حددنا هدفنا ان احنا نكون متخصصين في الميه. طب هي ايه الميه؟ الميه هي الوصلات، هي الابار، هي محطات التحليه، هي الابار الجوفيه، هي النخل اللي بيتسقي فبيطلع، فهي برضو الميه مصدر رئيسي ان انا اعمل بيه قريه سقيا الماء، ان انا ازرع بيه. فهو زي ما حضرتك قلتي ان هو التخصص، واحنا كنا مقررين من اول يوم ان احنا نتخصص، وشفنا هدفنا ما شفناش اي معوقات هتكون قدامنا ان احنا ممكن توقفنا. علشان كده في خلال السنه دي، وزي ما بنشوف دايما مع حضرتك التقارير اللي هي المجمعه او الانجازات بتاعتنا، بتلاقي انجازاتنا في خلال سنه اكبر من مؤسسات بقالها سنين موجوده على الارض او موجوده في الساحه معانا. طيب كنا اتكلمنا مع بعض الحلقه اللي فاتت يعني عن موضوع الابار بقى ومراحل الابار، اتكلمنا عن مرحلة فتحة الفم، واتكلمنا عن التوسعة، واتكلمنا عن صيانة. الصيانة بالظبط كده، وقفنا عند ايه ما بعد المحارة. بعد المحارة احنا بنعمل حاجة اسمها الخرزة، الخرزة دي اللي هو المبنى فوق سطح البير نفسه، بنعمل احنا مبنى كده بنتكلم صغير عن ان الابار دي بتاخد المية بتاعتها مخازنها من الامطار. بالظبط كده، تمام. لان احنا قلنا قبل الحلقة وانها اللي فاتت بتعيش فوق المية سنة، ده فوق الألف سنة كمان، يعني طول ما أنا دايم زي البير الروماني. الروماني اللي في مطروح موجود لغاية دلوقتي. بالظبط، احنا شغالين عليه اللي هو بير 2000 متر من ايام الرومان. احنا بنعمل بس مرحله الصيانه اللي هي اعاده تدويره. ازاي؟ ان انا بشيل القشره بتاعه المحاره وبعمل له محاره من اول وجديد بس، يعني انا ما بعملش اي حاجه في البير الا ان انا بنظف البير من تحت لو في اي رواسب، وببدا اشوف المحاره بتاعته بمحاره من اول وجديد، وكده البير يعيش معايا ال 10 او ال 15 سنه التانيين اللي احنا بنتكلم فيهم. فانا بضمن البير ده، زي ما قلنا احنا بنقعد معاك مده كبيره جدا بس استدامه الصيانه بتاعته. طيب المبنى اللي احنا بنعمله فوق الارض ده لازمته ايه؟ اولا هو بيمنع سقوط اي بقى شوائب او اي حشرات او ايا كان اللي ممكن يقع فيه، فانا بحمي بيه الناس او الناس نفسها ممكن بالليل ما يكونش عندهم اضاءه فممكن حد يقع فيه، فانا بعمل بس زي حمايه للبير. طيب بعد ما عملت البير خلاص، خلصت الغطا ده كده، انا البير جاهز ان انا اسلمه للمتبرع. طيب المتبرع بيكون محتاج ان هو يطمن ان البير ده اصلا البير ده بتاعه. بطمنه ازاي؟ بنتفق مع بعض من اول يوم، المتبرع او المندوب بيروح له لحد البيت بيقول له يا فندم اختار اسم نعمله لك للبير بتاعك، فبعمل له رخامه، الرخامه دي بتتعلق على البير باسم المتبرع بيختاره، فكده يبقى انا ضمنت لك ان انت البير اللي انت اخترته هو اللي عليه اسم حضرتك فبتستلمه معايا. طيب طريقه الاستلام ازاي؟ في طريقتين. اول طريقه ان انا بمجرد ما بخلص البير وهو اصلا متابع معايا من اول مرحله خالص، ببدا بوري له كل المراحل بتاعتي، بعد كده ببعت له صورتين وفيديو للبير نفسه وبوري له الميه وهي بتطلع من جوه البير، الميه خلاص البير مليان، وببعت له اللوكيشن بتاع البير نفسه، يبقى هو كده خلاص استلم مني البير فعليا.
في بعض المتبرعين بيحبوا لا خدني معاك بقى، معلش انا عايز افرح الفرحه بتاعه البير، يعني انا ما شفتش البير او متابع معاك والمراحل بتاعته، بس انا نفسي اشوف بعيني بقى الناس وهي فرحانه واسالهم كده انتوا البير هل فرق معاكم فرقش. فبنعمل رحلات مجمعه، ان احنا بنتفق مع بعض على يوم معين، يلا يا جماعه هنروح نشوف البير. طيب لو في متبرع بقى مش قادر يستنى ان انا سقيا الماء تجهز الرحله المجمعه دي، هو بس بيوصل لحد ما تروح وبيكلمنا واحنا بنوصل له العربيه او الحاجه اللي هتوصله لحد البير بتاعه. طيب هل احنا وقفنا كده بس على البير ده، وقفنا على المراحل اللي احنا قلناها، او وقفنا على المستفيدين منه؟ احنا اتكلمنا اللي هو ال 30 متر بيفيد واحد، ال 60 بيفيد اكتر من اتنين، ال 100 بيفيد عدد حسب المكان بتاعه. لا ده احنا قلنا طب ما احنا عايزين نكبر الموضوع ده شويه ونقلل المخاطر برضه، لان هو لسه المبنى اللي اتعمل ده فيه غطا، الغطا ممكن يتفتح فيقع فيه اطفال لو بيلعبوا او بيحاولوا يجيبوا ميه. طب المؤسسه عملت ايه؟ قفلت الغطا ده او قفلت المبنى المعمول الصغير ده وعملت مبنى جانبي جنب البير نفسه اللي هو مبنى الحنفيات. انا بعمل مبنى جنب البير بياخد من البير نفسه الميه اللي جت من المطر، بياخد بموتور رفع بيطلع لتانك جنبه اللي هو فوق البير الحنفيات ده او المبنى الحنفيات. فالبير التانك فوق ده بيكون حوالي طن او 2 طن حسب مساحته، بيخزن الميه دي، بيفتح المواطن او الاسره او اهالينا هناك الميه، تنزل له الميه كويس. دي الحقيقه بقى فكره جميله جدا، وهي فكره لتطوير شكل الابار التقليديه اللي احنا عارفينها، ومؤسسه سقيا الماء الحقيقه هي اللي بتعملها. يعني كنت اول مره حتى اشوفها في التقارير بتاعتكم، فكره جميله جدا انه مش البير بالشكل التقليدي اللي احنا عارفينه، لا ده حنفيات يعني فيها كده حتى يعني كرامه كده جميله بصراحه. بالظبط احنا كان هي ده التفكير، ان احنا ازاي نخلي الناس دي عندهم حياه ادميه، ان هم ما يحسوش ان هو ولا في ارهاق بقى ولا في مشقه ان يطلع ميه، والميه شكلها كويس، البير بنعمله بسيراميك شكله كويس حتى يدي بهجه للناس وهم بيشوفوا البير. طيب هل وقفنا برضو على كده؟ لما وقفناش قلنا طب ازاي نطور اكتر من البير ده ونعدد الاستخدام او نعدد للناس المستفيدين منه. اول حاجه عملنا جنب المبنى الحنفيات عملنا كده زي حوض صغير، الحوض ده بياخد الميه المهدره من البير او من الحنفيات، بياخد على الحوض الجانبي، الحوض ده بيشرب منه بقى الطيور المواشي والموجودين في المكان. يبقى انا كده عديت الاستفاده من البير، بدل ما الانسان بس بيشرب منه للحيوانات والطيور بالظبط يستفيدوا هم كمان. فبدل حتى ما الميه دي ما تبقى مهدره كده بالظبط، بدل ما هي تنزل في الارض وخلاص ما بقاش ليها لازمه، لا طب انا ممكن استغلها ان انا اخد برضو عليها حسنات واخد عليها ثواب، فانا اعمل حاجه جنبه. طيب برضو ما وقفناش على كده، قلنا هنطور اكتر. طب هنعمل ايه؟ قلنا هناخد بقى وصلات من جوه البير ده نفسه نوصلها لجوه البيوت. يبقى انا خليت بدل ما المتبرع خايف ان هو ما يستفدش منه البيوت اللي حوالين البير ده، لا ده انا وصلت لك كمان ان الحنفيه تكون عنده جوه، فهو خلاص ما عندوش اي سبيل ان هو يجيب ميه غير من البير بتاع حضرتك اللي انت اتبرعت بيه. يبقى احنا في سقيا الماء اتفقنا احنا عملنا البير الاساسي، طورنا فيه، عملنا مبنى حنفيات، وبعد كده عملنا اخر فكره اللي هي فكره الوصلات الداخليه. طيب ايه بقى الورق اللي بياخده المتبرع؟ زي ما قلنا هو بياخد لو عايز ياخد، يعني هو مش ببعتهولوش، بس هو لو طلبه مني بديهوله جواب من المحافظه، من الارض مخصصه او الارض مش مخصصه، الارض هم موافقين او عندهم علم ان انا عملت البير ده في المكان ده على ختم النسر. بياخده من الشؤون، عايزين نسخه من بحث الحاله اللي معموله للاسره نفسها اللي تنفذ عندها البير او المسؤول عن البير، بيبقى جاهز. عايز كروكي، وده مهم جدا، ما فيش مؤسسه بتعمله كروكي بمقاس البير نفسه. انا النهارده انا حفرت البير وقلت المتبرع ده انا عامل لك البير ده 1000 متر، بس انا عامله فعليا 10 متر، هو مش هيشوف لانه انا قفلته خالص. فانا بديله كروكي مختوم برضو بختم النسر بمساحه البير الفعليه اللي اتحفر بيه البير بتاعه، على اسم الاسره او اسم المستفيد منه او اسم المسؤول عن البير، فبديه له. فانا النهارده انا قلت لك كل المصداقيه وكل الشفافيه، لان انا بديك الايصال، ابديك ازاي اخترنا الاسره، ان المحافظه عندها علم، وبديك اهم حاجه اللي هو الكروكي بتاعه لو انت محتاج برضو تطمن اكتر وعايزه، احنا بنكون مجهزين. ده مشروع الابار، وهو المشروع ده اللي احنا الحمد لله تخصصنا فيه، ومن اكبر المؤسسات الحاليه اعتقد سقيا الماء هي اللي عامله الابار دي كلها في سنه. احنا لسه بنبلغ حتى قبل ما اطلع مع حضرتك ان احنا وصلنا كمان معانا 50 بير زياده غير ال 500، فاحنا بنتكلم ان احنا عندنا 200 بير الشهر ده كمان مش 150 بس. فالحمد لله في ثقه دايما مع المتبرع، لان احنا متابعين معاهم على طول. يعني في سنه 550 بير بالظبط، ولسه يعني السنه ما خلصتش، يعني احنا كل يوم بيجي لنا ما شاء الله ممكن بيرين ثلاثه يوميا. فاحنا شغالين بقى بنحاول ان احنا عايزين كل الابار المتبرعين بيدوهم لي ان انا خلال السنه دي ما يعني السنه قبل ما تقفل يبقى كل المتبرعين مستلمين منهم الابار، علشان ده
يتضاف لي انا كمؤسسه ان انا في خلال سنه بس عملت كم الابار دي كلها. بنرسك بقى مع المحافظه ان احنا نوري لهم ان احنا دايما شغالين معاهم ونعرفهم دايما شغلنا ايه. ممكن بقى نقول تكلفه الابار كام عشان لو حد حابب ان هو يتبرع؟ وطبعا ممكن الواحد يعمل البير لوحده وممكن مجموعه تعمل مع بعض، وممكن الواحد يتبرع حتى ب 100 جنيه ب 500 جنيه ب 1000 جنيه على قد ما يقدر في البير، يعني مش لازم يعمله كله لوحده. طبعا ارقام التليفون موجوده على الشاشه وانتم بتتواصلوا معاهم، بس عايزين نعرف التكلفه. طيب احنا قلنا البير ال 30 متر اللي بيخدم اسره واحده ده بيتكلف 15000 جنيه، البير ال 60 متر بيتكلف 20000 جنيه، ال 100 متر بيتكلف 25 جنيه. لو انا حابب اعمل مبنى الحنفيات اللي جنب البير، اي بير بيتضاف عليه 10000 جنيه ثمن المبنى بالخزان بالحنفيات بالسيراميك بكل الموضوع. طيب لو انا عايز يعني 15000 20000 25000 بالظبط، زائد ان في 10000 علشان اللي هي المبنى الحنفيات المبنى اللي قلنا عليه بالظبط كده. انا عايز اعمل بقى وصلات ميه للبيوت، بنبدا نتفق معاه بقى حسب المقايسه، لان كل بير بيختلف حسب المقاس. يعني انا النهارده في ممكن اعمل بير البيوت جنبه على طول، فده بيكون تكلفته اقل من ان انا اعمل بيوت بعيده. فعلشان ما بقاش انا محدد اقول مثلا انا هاخد منك 10000 جنيه، لا انا بقول لك برده الشفافيه اللي انا بتعامل معاك بيها، ان احنا بنعمل مقايسه، بنشوف المواسير دي هتوصل، كل ماسوره هتوصل لكام بيت، ومقاساتهم قد ايه وفلوسهم قد ايه، وباجي اقول لحضرتك والله انا عندي المقايسه التقديريه للوصلات للقريه دي هتتكلف جنيه. فهو بيكون ليه مطلق الحريه ان هو بقى ينفذ او ما ينفذ. تمام، احنا هنطلع فاصل ونرجع تاني نكمل حلقتنا معاكم مشاهدينا، خليكم معانا. عايش في الدنيا عارف انا عايش فيها ليه، هدفي واضح والدنيا عايش في الدنيا عارف انا عايش فيها ليه، هدفي واضح والدنيا. مشاهدينا دلوقتي اسيبكم مع تقرير من تقارير انجازات مؤسسه سقيا الماء في 2020 ونرجع نعلق عليه في الاستوديو. لما يكون اخواتك هنا محتاجين ميه وعايزين ميه تكفيهم، تقف جنبهم ولا لا؟ ان ربنا يجعلك سبب ان انسان يشرب نقطه ميه نظيفه، والله العظيم اجر كبير. كل واحد في الحياه ليه مهمه، في واحد مهمته ان يجي على نفسه علشان يسعى في قضاء حوائج الناس، وفي مؤسسة زي مؤسسة سقيا الماء مهمتها إن هي تريح الناس. ودايما بإذن الله مع مؤسسة سقيا الماء فيه جديد وجديد. رسالة رحمة جايين بيها مع مؤسسة سقيا الماء هنا في مطروح، رسالة من رب الأرض والسماء، ربنا استخدمنا لإدخال السرور على قلوب الخلق ولإدخال السعادة على قلوب الخلق. الناس دي بصراحه بتتعب، والله بتتعب بتتعب بتتعب. طبعا يعني مهما كافئته مش هتدوم مكافاه ربنا، يعني مكافاه ربنا هينها لهم ان شاء الله. في مصداقيه، في مصداقيه وامانه امانه امانه، وربنا يجازيهم كل خير فضل الله عز وجل. تبرعات حضراتكم بتوصل لمكانها الصحيح وبتوصل لمستحقيها، لان بعض الناس بتسالنا هو فعلا في ناس محتاجه الابار دي؟ هو فعلا في اماكن محتاجه ابار بجد؟ انا عاوزكم تسمعوا بنفسكم من الحاجة صباح، هي قالت لي أول ما جيت هنا. اتفضلي يا حاجة صباح. الله يجازيكم بخير، والله يكفيكم شر المرض، والله يديكم رزق من عند ربنا. أنت قلتي لي كنت بتجيب المية منين يا حاجة صباح؟ بنجيبها أهو البيت على دماغ. تشتلي على دماغي؟ بنشيل على دماغ البيت ده، وربنا يجازيكم بخير كمان وكمان. دي محطة الشماس. محطة الشماس اللي أنا واقف فيها دي في مرسى مطروح، إحنا إن شاء الله هنعمل لها رفع كفاءة من ضمن خمس محطات ستقوم على رفع كفاءتها مؤسسة سقيا الماء، لأن محطة الزهنات اللي كانت في ديشنا واللي كانت في إنا دي خدمت ما يقرب من 200000 نسمة، محطة زي دي بتخدم حوالي 7000. احنا من سنتين كنا بنعاني من المية، ما لاقينش نقطة مية. بنشكركم ان انتوا جيتوا وقدرتوا وعملتوا فوق الواجب، والصعيد كله من لكم، واحنا مشروعاتكم فوق دماغنا من فوق. مية حاليا
خلاص يعني دخلت في جميع الناس اللي كانت محرومة، القرى اللي كانت محرومة فاش مية حاليا وصلتها المية، لأن المحطة دي كملت للمحطة اللي كانت عندنا في الجزيرة، فخلاص القدرة بقت كده كأي مكان محروم من المية خلاص وصلت له مية. نشكركم ونشكر السادة المسؤولين والمحافظ وجميع الذين ساهموا في المحطة الذي كل الناس بتشرب منه. بسم الله الرحمن الرحيم، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. أنا بحلى ما أبقى ربنا يرزقنا بشوية المية، مش عاوزين حاجة من الدنيا خالص ألا بشوية المية نشربها. أنا بقتي قاعد في بيتي أنا وابني وما بيجيناش المية، يعني بنملى المية من بعيد وسواء بتقطع وسواء ما بتجيش خالص، واحنا على الله بنملى والله من حتت بعيده. انا عايزين ميه ما عندناش والله ميه، احنا بقى لنا 3 سنين ما عندناش ريحه الميه ولا بنعرف نخش حمام ولا نعرف نعمل اي حاجه، بنملى مره نملى من عند الجيران ومره لا. واحنا هنا في المكان من الظهر رايحين جايين ونشوف وندور وفرحانين ان احنا بنقول لكم على الخير ده وبندل لكم على الخير ده علشان تحط بصمتك هنا. صكوك الخير في قرية سقيا الماء مش بس صدقة جارية، دي صكوك حياة، حياة لأسر فقيرة اللي بصدقتك وزكاتك هنوفر لهم مصدر للدخل اللي يقدروا يعيشوا عليه حياة كريمة. دائما السبق ودائما التفكير خارج الصندوق، السبق والصدارة بكل مؤسسة سقيا الماء. احنا النهاردة جايين نغرز اول فسيلة في الخير واول نخلة، النهاردة بنقول بسم الله في وقف سقيا الماء، يكون وقف يخرج ريعه للفقراء والمساكين مدى الحياة، مستمر في اخراج الخير اللي يعم على الفقراء والمساكين، وربنا يستخدمنا فيما يرضيه يا رب العالمين. وعاوزينكم انتم كلكم يلي بتشوفونا دلوقتي وتتعاونوا مع مؤسسة سقيا الماء، عاوز يبالك وقف هنا، الوقف ده ب 4000 جنيه، الوقف ده ب 4000 جنيه، يعني النخلة دي ب 4000 جنيه، انت هتقعد مش سنة ولا 10، لا ممكن النخلة دي تكمل معاك ل 100 سنة. 100 سنة النخلة دي انت مستفيد بها على مدار العام وعلى مدار الأعوام القادمة، كل ده في ميزان حسناتك. شوف انت عملت نخلة ب 4000 جنيه، لا هيستفاد منها في ان هي هتدخل في وصلة مية، في خط مية، في بير، في محطة مية، في بيوت، في مشاريع وأنشطة مختلفة لمؤسسة سقيا الماء. مؤسسة سقيا الماء، نعمل من أجل الإنسان. شفنا طبعاً مع بعض مشاهدين تقرير إنجازات مؤسسة سقيا الماء، وربنا يكرمكم وعايزين طبعاً نعلق عليه. زي ما اتكلمنا في أول الحلقة النهاردة إن هو التخصص، هو ده التخصص بتاعنا وهو ده اللي احنا اتكلمنا فيه في الأول خالص، إن احنا إزاي نبدع في وصلات المية وإزاي نبدع في المحطات. كلمة تخصص مش سهلة، يعني أنا ممكن أقول أنا متخصص في المية بس في الآخر أنا بعمل بشكل تقليدي زي ما أي حد بيعمل، أنا بعمل زيه، بس هو المؤسسة لا ما فكرتش في كده، فكرت لما هتيجي تعمل محطة تحلية هتدور على أكبر محطة تحلية هتفيد عدد كبير جدا من الناس وتروح تعملها زي ما عملنا في الزهنات في إنا. فكرنا لما نيجي نعمل أبار ما نعملش بير تقليدي زي كل المؤسسات لما بتعمل الأبار التقليدية دلوقتي وبتشغل بنفس الشكل العادي التقليدي القديم، لا إحنا إزاي هنطور فيه وإزاي هنعمل فيه شكل جديد يفيد الناس ويخلي عندهم حاجة أدمية تفيدهم. فكرنا لما نيجي نعمل قرية سقيا الماء ازاي هنعمل فيها قرية تفيد المتبرع وتدي له صدقات جارية اكتر من 100 سنة، وكمان مش بس حسنة على تبرع واحد او على نخلة واحدة، لا ده بيتعدد الحسنات طول 100 سنة، هو كل سنة او كل طرح او كل ريع بيجيله هو بيحطه في مجال تاني او في صدقة تانية فبيدي له كذا حسنات، فهي دي اللي سقيا الماء بتحاول تعملها الفترة دي. ولسه عندنا ان شاء الله مشاريع الفترة الجاية بنفكر فيها وبنجهزها للمتبرعين ان شاء الله، هيكون عندنا أنشطة كتيرة جدا لأن هو الثقة اللي هم حطوها فينا احنا بنحاول نديله اللي هو محتاجه، هو النهاردة نفسه يعمل بير فادينا له الشكل عامل ازاي، فهو ده احنا بنتفق معاهم دايما، وان شاء الله في كل حلقة هيكون عندنا جديد وعندنا انجاز جديد معاهم ان شاء الله. ان شاء الله ربنا يكرمكم، واشكرك جدا في نهاية حلقتنا، شكرا ليك وشكرا لكل مشاهدينا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في الدنيا عارف.